عنه الضحايا فهو يعاني من خيال اخلاقي وواقعي خطير ولا يجوز له البقاء في النظام ولو دقيقه واحده. هو هنا حتى بيحرض على المعتدلين في دوله الاحتلال وفي الكيان السوري. اتفضل. وزير الاتصالات علينا ان نشجع الهجره الطوعيه من غزه وعلينا ان نجبرهم حتى يقولوا انهم يريدوا ذلك. الحرب تفعل ما تفعل. تحريض واضح وعلني للمسؤول في دوله الاحتلال. هنا بقى الحجه بتاعت انه طوفان الاقصى وان حماس او ان المقاومه الفلسطينيه هي من بدات وهي من اعتدت على دوله الاحتلال. هنا احنا بنتكلم في 5 فبراير 23 قبل 7 اكتوبر وده وزير في دوله الاحتلال بيقترح بشكل واضح وصريح ان بيقول اقترح ان نضرب غزه بالقنابل النوويه فارواحهم ليست اهم من ارواحهم. وانا هنا بتخيل لو في وزير في دوله عربيه طلع قال يعني حرب بدرجه اقل من ذلك. واحنا للاسف بنشوف تصريحات دبلوماسيه خلينا نتجاوز دوت احنا بنصحح. ده حصل مع زملاء صحفيين واحنا هنوصل للتحريض اللي بيحصل بين الصحفيين في دوله الاحتلال. اتفضل يا استاذ زايد. هنا بعض الطن الاقصى وده زعيم معارضه في برلمان الكيان الصهيوني. هذه ليست مستعمرات لاننا لم نحتل اي دوله فلسطينيه لانه لم تكن هناك دوله فلسطين على الاطلاق. نحن لسنا مستعمرين بل نعيش في وطننا في ارضنا التوراتي. بعده. المجرم الاكبر نتنياهو. نحن شعب النور وهم شعب الظلام وسنحقق نبوه اشعياء اللي مش محتاجين للشعب. ده وزير الحرب دوله الاحتلال. لقد امرت بفرض حصار كامل على قطاع غزه. لن يكون هناك كهرباء ولا طعام ولا وقود. كل شيء مغلق. نحن نقاتل حيوانات بشريه ونتصرف وفقا لذلك. هو هنا مش بس بيحافظ على المقاومه اللي ممكن تكون بالنسبه للغرب منطقيه ومبرره، لكن هو كمان بيحرض على او بيامر بقتل كل المدنيين في قطاع غزه.